معكم عزوز منقي واشهد الله مساءكم بكل خير. عايز اقول قبل اتكلم في اي حاجه اشتركوا كتير واعملوا لايكات كتير مع تعليقات الحلوه مع تفعيل الجرس. هتكلم فيديو مهم، عايز الفيديو ده يوصل لمليون مشترك ومليون لايكات ومليون مشاهده. هتكلم عن رياضه اثناء الصيام، هل بتاثر؟ ممكن تاثر. الصيام فيه 14 ساعه، لو انت تعمل رياضه اثناء الصيام ممكن او على حسب، ممكن يا اما تحس بالصداع او الدوخه او التعب، بس لو انت استحرت سحور كويس عادي. امتى نعمل رياضه؟ امتى نعمل رياضه اثناء الصيام؟ نعملها قبل المغرب بنص ساعه، بالكثير نص ساعه او 45 دقيقه. بس انا شايف كعزوز الرياضه افضل بعد الفطار بساعتين، لان اثناء الصيام مفيش باور خالص. 14 ساعه مفيش باور، الباور فاضي. عشان تستعيد الطاقة تعمل رياضة بعد الفطار. الناس اللي بتحب الرياضة أثناء الصيام تعمل، بس أنا بقول إيه ده الأفضل. أنا لما كنت بعمل رياضة في رمضان بعملها بعد الفطار بساعتين. ليه؟ بتفطر كويس، أكلت فيها طاقة، وفي نفس الوقت تشرب لك قهوة قبل تتمرن، تستعيد الطاقة. لو هتمرن اثناء الصيام مش هيبقى فيه اصلا باور، حتى اللي بيلعب كمال اجسام او بيلعب مثلا لياقه الباور هيبقى رايح خالص منك. فانا شايف ان الافضل ان الرياضه بعد الفطار. بالنسبه اللي عايز يلعب كمال اجسام او مثلا اللي عايز يخس قبل المغرب نص ساعه بكتير تعمل لك رياضه 45 دقيقه، تمشي تعمل لك كارديو، تلعب لك شوية بطن، ده اللي عايز يخش في رمضان ماشي. بس أهم حاجة ما تعملش رياضة عنيفة، رياضة في رمضان تكون خفيفة. فرصة سعيدة لكم وشكرا لكم.